يواجه بعض الأطفال عدم القدرة على التواصل مع الآخرين، تأخر في الكلام، أداء بعض الحركات غير المفهومة قد تصل إلى الأذى الجسدي، كلها أعراض تدل على الإصابة بمرض التوحد. فيعاني حوالي طفل من كل 100 طفل من التوحد وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2022. وتتباين قدرات الأشخاص المصابين بالتوحد واحتياجاتهم مع مرور الوقت، فقد يتمكن بعض الأشخاص المصابين بالتوحد من التمتع بحياة مستقلة، بينما يعاني البعض الآخر من إعاقات وخيمة تحتاج إلى الرعاية والدعم مدى الحياة. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن حوالي 1% من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص، كما أن رقعة المرض آخذة في الاتساع. وتكشف الأرقام أن الذكور معرضون للإصابة بالتوحد أكثر من الإناث بمعدل 4 مرات، ولا يزال 80% من كبار السن ممن يعانون المرض عاطلين عن العمل. وتختلف أسباب المرض، فيمكن أن يكون نتيجة لبعض العوامل الوراثية أو وجود مضاعفات أثناء الحمل، وربما الإصابة بضمور العضلات أو بسبب اضطرابات أخرى. ويمكن علاج مرض التوحد بمجموعة من الطرق المختلفة، ومنها العلاج السلوكي من خلال عدة برامج تساعد الطفل على تطوير مهاراته اللغوية والسلوكية وزيادة قدرته على التواصل مع الآخرين، وعلاج تربوي مثل الاستعانة ببعض المتخصصين لإدماج الطفل في مجموعة من الأنشطة يمكن أن تساعده على الحد من تطور المرض، بالإضافة إلى العلاج الدوائي تحت إشراف طبيب متخصص للتقليل من أعراض التوحد.